يمان بعت لي الفستان كمان. عن جد بياخد العقل. معلش تشرحي لي ليش مستعجلين على الزواج كل هالقد؟ هو اجا طلبني وبابا وافق عليه، فليش لنطول زيادة عن اللزوم؟ مو عأساس ما بتتزوجي قبل ما تعرفيه منيح؟ مو انت كمان كنت تحكي عن يمان انه واحد غبي؟ ايه هذا كان زمان، يعني انا ويمان. انت وياه شو؟ ها؟ انتو شو؟ احكي لشوف، لا تكوني عم تشوفيه وتحكوا من ورانا. انتو كنتوا على علاقة مو هيك؟ كنتوا بتلتقوا بالسر كمان. كان مبين هالشي من التليفون اللي طول الوقت بايدك ورسايل للصبح. الله اعلم شو بتكونوا. استغفر الله. لا تخاف اخي، ما في هيك شيء. شوفي ليش هيك عم تتخانقوا؟ ليش اصواتكم واصله لاخر البنايه؟ بابا انا قلبي ماله مطمن، فهمني هدول ليش بدهم يتزوجوا بهالسرعه هي؟ لانه هذا الشيء انا يلي بدي اياه يا افندي، ومن اليوم ورايح انت مالك علاقه فيها، صار عندها رجال ويصطفلوا. وانت تحركي قدامي يا بنت، يلا. هي البنت رح تخليني ارتكب جريمه. تعرف شو؟ لو كانت جايه ومعها الواطي جود وطلب يتزوج بنتي كنت ارتكبت جريمة. الحمد لله طلع يمان اللي طلبها وهيك اطمن قلبي. لكن اللي كيف كنت مفكر انه رح نوفي دهون هذا البيت؟ ها؟ انا رح روح على المحل. طلع فيني، ما بدي اي قلة عائل بالخطبة. ها اسيل حاطيلي اكل بسرعة. حاضر بابا. لك يا اخي بس يمان مو من عادته انه يعملها. اوه جود تعال جنبي يا ابني، خليني ضيفك شاي. ما بتعزمني ابدا على البرك عمي انور؟ عطول شاي شاي. شوفوا هالحكي اللي عم يحكيه. جود خد ابني، مرتي عملته، لنشوف اذا رح يعجبوك ولا الاخ مقرر يبيعون. شكرا، من ايدين ما نعدمه. شو كنا عم نقول؟ كنت عم تقول يمان لسه من اسبوع طلب بنت قاضي وقالوا انه اليوم رح يخطبها. ما بعرف على شو مستعجلين لهالدرجة وكأنهم عم يهربوا من شي. جود شو كأنه ما عجبك الأكل؟ لك هات من ايدك لشوف. لهلأ ما بتعرف تحلق دقنك مع انك صرت رجال وما احلى. لازم ضل وراك مثل امك، ما هيك؟ Küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam. Herkes gider mi?
وين غرفة العروس؟ من هونيك. تفضل. جود أسيل، أنا وأنتي لازم نحكي. احكي شو بدك تقول. خلصت الإبراءات. شو يعني؟ ما فهمت عليك. ورق العنب تبعك. ليش ما كترتيهم شوي؟ كان في عندي شغل كتير. آسفة ما لحقت. تعي نروح على البيت. شو عم تخرف انت؟ ليش بدنا نروح على البيت يعني؟ مشان تطبخيلي. شو؟ بعد ما تخلصي الطبخة بترجعي على خطبتك. ليش ما بتروح على المطعم وبتخلصني؟ ولا بس حابب توقعنا بمشاكل؟ أنا ما فيني آكل إلا من إيدك. شو بدك مني جود؟ لازم نحكي شوي. روح من هون، إذا إجا أبي وأخي ما رح يصير خير. آه! لك شو عم تعمل؟ جود! جود! لك شو عم تعمل؟ ليك إذا شافوك رجال يمان ما رح يتركوك تعيشها يا جود! لك اترك إيدي بقى! جود! جود وقف كرمال الله ببوس إيدك، تركني خليني أروح يا جود! وقف! جود كرمال الله واقف واتركني بحالي! بتعرف انه يمان رجال خطير، ما هيك؟ انت بتعرف هالشي منيح. جود كرمال الله تركني ارجع وبلا هالمشاكل. من روح اتركي يا اسيل، منعيش سوا وهنيك بلاقي حل لكل شي. نزلني من السيارة بقى، تأخرت بهالموضوع. خلينا نرجع على بلدنا. جود ما رح تزبط، احنا هون بلدنا، فينا نروح على اي مكان. بعتذر منك كتير، بعرف انه كل اللي صار كان غلطتي، بس انا بترجاك جود كرمال الله خليني ارجع بقى. بدي انزل عم قلك وقف السيارة. شو جنيت انت؟ لك شو هذا اللي عم تعمله؟ معناها منموت مع بعضنا. لا انا ما بدي موت معك، فهم بقى جود. انا بحبه ليمان، عم تفهم؟ إذا ما فينا نعيش سوا فمنموت سوا. جود أنت ما عم تفهم؟ أنا ما بدي أكون معك، ما بدي أكون معك بنوب. رح ترجعني لعند يمان هلأ وفورا. الله ياخذك انت وياه. لك انتو كلاب، بيجي الوسخ بياخذ البنت قدام عيونكم، ما هيك؟ والله لازم احرقكم حرق. اسمعوني منيح، بتخبروا الشباب يلحقوا لي السياره ويجيبوا البنت ويجوا لهون بسرعه. عشو عم تطلعوا؟ انقلعوا. وقفوا وقفوا.
صدقني يا يمان ما صار أي شيء. أسفة كتير. كرمال الله سامحه واتركه يمشي، لأنه اليوم هو أحلى يوم بحياتنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.